بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي ومشاهدي برنامج حارس الاهلي. مش عارفين نرتاح معاك يا اهلي. نخرج من افريقيا نروح على المحلي، نخرج من المحلي نروح على العالمي، نخرج من العالمي نروح على القارات، ودايما بنجري وراك يا اهلي وبننهج. لازم ننهج. ومش اي حد، ما هو الاهلي اللي في نظر محبيه وعشاقه اعظم نادي في الكون. الاهلي صاحب الرصيد الاكبر من البطولات عن اي نادي في العالم. الاهلي صاحب الرصيد الاعظم من البطولات في افريقيا. الاهلي صاحب المشاركات العالميه والبرونزيات في بطوله كاس العالم. الاهلي لما تقول على بطوله عالميه يبقى على طول تشاور على النادي الاهلي. مش اعظم نادي في مصر، ولا اعظم قلعه رياضيه في مصر، ولا اعظم قلعه رياضيه عربيه، ولا اعظم قلعه رياضيه افريقيه، لا ده متخطي الحدود، ده عابر للقارات. باختصار لانه ده الاهلي. الاهلي اللي شرف وبيشرف وهيشرف باذن الله دايما مصر. الاهلي بابطاله بنجومه بجمهوره بعظمائه برموزه ببطولاته بميدالياته بانجازاته. النادي الاهلي النهارده لما تيجي تسال اي حد في العالم، يعني انت لو رحت البالون دور دلوقتي تيجي تقعد في واحد يقول لك انت منين؟ فتقول له مصر، يقول لك اهلي؟ يا فندم انا اصلي انا كنت بلعب كوره. كنت بتلعب في الاهلي؟ وانا لما كنت بدات كوره بتاع مع الاهلي؟ مش هيعرف يقول لك غير الاهلي. حتى حلوه كده وانت بتقولها كده بالراحه كده، الاهلي. اهلك، بيتك، مطرحك، مكانك، بطولاتك، انجازاتك، راسك اللي دايما مرفوعه، مرفوعه بس مع الاهلي على فكره. ده على مدى سنوات وسنوات وسنوات، سنوات ايه يا عم؟ ده على مدى قرون، لانه احنا القرن الماضي وان شاء الله القرن الحاضر. وبامر الله لاولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا هيفضلوا يتغنوا بكلمه الاهلي. الاهلي اللي بكره باذن الله عنده جديد، عنده تحدي صعب وعنيف جدا مع نادي من افضل الانديه العربيه ومن اقوى الانديه العربيه، مع بطل اسيا، مع نادي العين. نادي العين مع اعظم نادي في الكون في نظر محبيه وعشاقه ومشجعيه ومؤازري. النادي الاهلي مش محتاج ان انا دافع عنه، لان اسمه وانجازاته وتاريخه بيدافعوا عنه. لا مش بيدافعوا عنه، ما اسمهاش بيدافعوا عنه، بيتكلموا بالنيابه عنه. بطولاته هي اللي بتقول، انجازاته هي اللي بتقول، اهدافه هي اللي بتقول. وبالتالي انا بقالي دلوقتي 3 ايام مش عارف اعمل ايه من طلب التذاكر على المباراه. جبنا تذاكر وخلصت وبنحاول نجيب وبتخلص وهكذا. يقول لك ان شاء الله تذكره درجه ثالثه، ان شاء الله تذكره درجه ثانيه، لانه ده الاهلي. الاهلي اللي مشرف جمهوره. الاهلي اللي مشرف بلده. كلنا ثقه في الله اولا بامر الله سبحانه وتعالى وفي نجوم النادي الاهلي. ولكن قبل اي حاجه جمهور النادي الاهلي. ودايما بقول مش اللعيب رقم 12، اللعيب رقم 1. انت تصدق ان مباراه الساعه 8 والناس رايحه من الساعه 2 المباراه؟ اه والله الناس جاهزه من الساعه 2 عشان تروح المباراه، واخداها فسحه واخداها رحله واخداها متعه. وباذن الله لعيبه النادي الاهلي ابدا 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 عمرهم ما هيخذلونا، والجمهور العظيم ده يستاهل منهم كل قطره عرق. اعمل اللي عليك وموت نفسك، وفي النهايه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. واذا عملت ده ربنا مش هيروح دول مكسورين الخاطر ابدا، هيروحهم مبسوطين سعداء ومنصورين زي ما الفرقه ان شاء الله بتكون مبسوطه. بالتوفيق للنادي الاهلي، بالانتصار للنادي الاهلي، والف مليون مرحبا بنادي العين.